يعطيكم العافية. معكم سلمى الأشرف، اليوم بجلسة جديدة من جلسات نادي كتاب Out and About، منصة المواطن العالمي. رح يكون معنا اليوم رواية جديدة، هي رواية أفراح الكبة للكاتب المصري نجيب محفوظ. خلينا قبل ما نبدأ نحكي بالرواية، طبعا هاي الجلسة رح تكون مسجلة ورح ننزلها على السوشيال ميديا بلاتفورمز وعلى يوتيوب، فبس عشان يعني تكونوا عارفين. قبل ما نحكي عن الرواية بدنا نحكي شوي عن نجيب محفوظ. طبعا ما أظن أنه في حدا ما بيعرف نجيب محفوظ، يعني يمكن هو أشهر، أو أنا متأكدة أنه هو أشهر كاتب وروائي في الوطن العربي وعلى مستوى عالمي. يعني إحنا ما عم نحكي على مستوى الوطن العربي، إحنا عم نحكي على مستوى عالمي، وهذا بسبب أنه هو أول كاتب عربي، ولغاية الآن هو الكاتب العربي الوحيد اللي حصل على جائزة نوبل للأدب. نتمنى أنا سمعت أنه الترشيحات للسنة هاي في كمان كاتبة عربية، كاتبة من العراق الشقيق اللي هي إنعام كاججي، أظن إذا بحكي اسمها صح، وبتمنى أنها تفوز. أنا صراحة قرأت لها أكثر من عمل، كلهم رائعين، وبتمنى يعني يمكن في المستقبل القريب أنه ممكن أن يسر لها إحدى الروايات. نتمنى أنه هي تنضاف لقائمة أنه الحاصلين على جائزة نوبل للأدب. نجيب محفوظ من مواليد عام 1911 وتوفي عام 2006، ولد في حي الجمالية في مصر. زي ما حكينا هو حائز على جائزة نوبل للآداب عن مجمل أعماله. طبعاً في له أعمال كتير مهمة، ما أظن أنه رح نقدر نحكي عنها كلها هون لأنها يعني كتير كتيرة ومتنوعة، بس هو يعني يندرج أكثر شيء للمدرسة الواقعية، وحاول يجسد برواياته الواقع المصري، واقع الحارة المصرية. طبعاً أهم كتبه يمكن على الإطلاق اللي هي ثلاثية، اللي بسموها ثلاثية نجيب محفوظ، اللي هي بين القصرين وقصر الشوك والسكرية، وأظن حتى يمكن عنها هو أخذ جائزة نوبل للأدب. وهاي تصنف بالقرن العشرين، تصنف من أفضل رواية عربية من ضمن 100 أهم رواية عربية صدروا في القرن العشرين. طبعاً واحدة من كمان رواياته المهمة هي أولاد حارتنا. أولاد حارتنا طبعاً صار عليها جدل كتير كبير بسبب أنه صار في عليها انمنعت طبعاً في مصر، هي بدأت تنزل في أحد المجلات المصرية كحلقات أسبوعية، وصار في عليها اعتراضات كتيرة أنه هي تتعرض للذات الإلهية، فتم منحها لمصر وما تم نشرها إلا بعد عدة سنوات، يمكن 8 أو 9 سنين بلبنان، وما تم نشرها بمصر إلا يمكن بعد 2000. وبناء على هاي الرواية تعرض نجيب محفوظ في أحد المرات لمحاولة اغتيال على يد 2 من الشباب اللي هم اعتبروا أنه هو تعرض للذات الإلهية. ما بعرف إذا هم قرأوا الرواية ولا هو تم تحريضهم كالمعتاد. هاي واحدة من النقاط اللي ممكن نناقشها برواية اليوم، اللي هي إنك تحكم على الناس بناء على أشياء أنت يمكن ما تكون عندك الصورة واضحة كاملة. فيعني سبحان الله، أنا حسيت إنه هاي جاية بنفس السياق، إنه شخص تعرض لاغتيال لفكرة يمكن اللي قام فيها ما يكون عنده إلمام كامل فيها، احتمال، ما بعرف، ممكن أكون مخطئة. قبل ما نبدأ الجلسة كنا عم نحكي عن كيف إنه الروايات تتحول لمسلسلات أو لأفلام. طبعاً يمكن بالوطن العربي أكثر كاتب يمكن هو إحسان عبد القدوس، أكثر كتاب تم تحويل أعمالهم لأعمال سواء سينمائية أو مسرحية أو تلفزيونية. هون في نقطة كتير لفتت انتباهي أو أنا حابة أحكي عنها سريع. أدونيس السوري رشح مرات عديدة، صح أنا راح عن بالي، ويعني نتمنى إنه يزيد عدد الكتاب والروائيين والشعراء وأي حدا في ضمن الأدب إنه يترشح لجائزة نوبل للأدب. نرجع لموضوعنا. أنا مثلاً وقعت يمكن في هذا المطب، وما بعرف هل هو إشي منيح ولا مش منيح، إنه هاي الأعمال الروائية بالذات الأعمال الروائية الممتازة اللي زي أعمال نجيب محفوظ إنها تتحول لأعمال سينمائية أو تلفزيونية. هل هذا بخلينا ننحصر في إنه نتابعها مثلاً مجرد على التلفزيون أو بالسينما، ولا ممكن إنها تدفعنا إنه نقرأ هاي الأعمال الأدبية؟ أنا عن نفسي
هذا يمكن تاني عمل انا بقراه لنجيب محفوظ، ودائما بقول انه ما نجيب محفوظ يعني انه انا حاضرت له الثلاثيه وحضرنا له زقاق المذاق وحضرنا الحرافيش. طبعا الحلو في الموضوع انه حتى هدول انا ما حضرتهم كاملين يعني، فانا لا صفيت حاضره المسلسل او العمل الروائي كاملا، العمل السينمائي كاملا، ولا صفيت قارئه الروايه. فما بعرف، حابه اسمع منكم انه هل تعتقدوا انها فكره جيده تحويل هاي الأعمال الروائية إلى أعمال درامية بغض النظر عن شكلها؟ آدم، بما أنت أصلاً اللي فتحت الموضوع قبل لا، هو الجلسة. يوجد سبب لماذا أنا طرحته. تعرف فين سلمى، أنا اهتمامي بالقراءة لسبب هواية شخصية اللي قبل كم سنة سمعت اكتشفت هذا الموضوع اسمه العلاج بالكتب، اللي هو دراسة. أرجع وأكرر هاي النقطة، هو دراسة، ليس هو إنه الإنسان عنده حب قراءة. ويوجد هذا للأسف باللغة السويدية، مو حتى الإنجليزية، يناقشون هذا الموضوع. وأكو أحد يعني تعمل بهالمجال يتأكد على هالنقطة، من يدخل بأزمات بحياته، وكنا ندخل بأزمات في هذا العصر وفي كل العصور، القراءة مساعدة. بس ذكرت في النقطة شوية دهشتني، رغم هي عملها بالقراءة، أكدت إنه إذا أنت القراءة يعني مو وسيلة تلقي المعلومة والأفكار الجيدة، لا تقرأ، ابحث عن شيء آخر. ومو هنا أنا خطأ إنه يكون مسلسل أو فيلم جيد، أهم شيء المحتوى مالته، الرسالة مالته. خب أكو هم كتب، أكو كتاب يعني كتب سيئة نقلت محتوى سيء، أوكي. كفاحي مثلا الهتلر من أكثر الكتب انقرت بالمئة سنة الأخرى، بس ما أعتقد لا هتلر ولا أفكاره كانت أضافت للعالم شغلات جيدة. هي بالنهاية الفكرة والنهاية الموضوع. احنا طرقنا لفت نقطة، إذا يعني ما أريد أطول كثير في هاي القضية، إنه يوجد فرق. طبعا المحتوى مختلف، يعني سوري مو محتوى، الوسيلة مختلفة. أنت ما تقدر تعكسه في الرواية مو ضرورة إنه لما تأخذ وسيلة أخرى اللي هو الشاشة حتقدر تضيف كل النقاط. هاي مرات يعاني من عندها، بالأخص الفيلم ما يقدر يحتوي كل هاي ساعات القراءة. والمسلسل هو العكس، إنه عندك الساعات صارت كلش طويلة، فيوجد موضوع هم مالي وتجاري هنا، الموضوع بما يضاف إليه. صراحة المسلسل ممكن تنتهي لي الفرصة بحكم إنه عنده وقت أكثر. مرة ثانية، هو شنو هدف المسلسل؟ هو يكون عكس للرواية؟ أنا ما أعتقد هذا الشيء خطأ. أنا مستعد صراحة أذب وقت وجهد أكثر، أشوف مسلسل شوية مو كلش ليس جدا ممتع، بس إنه يعكس الرواية بحذافيرها. بس السؤال هو، أنا جاي دا أدرس، يعني أنا مثلا دا أريد أشوف الرواية مسلسل أفراح القبة، أنا مثلا دراسة عندي امتحان بنجيب محفوظ؟ لا، أنا مثلا بنتي أصدقائي زوجتي أقول لهم تعالوا إحنا خلي والله نسوي لنا دراسة في نجيب محفوظ، لا إحنا نريد نقعد نتسلف. فمو خطأ إنه يضيف بعض الأمور القد مسلية، قد إنه شجع الإنسان يكمل يشوف كل المسلسل بغض، بس الهدف إنه ما أفكار ورغبة المؤلف القضية هاي الشيء تبقى موجودة في هاي المسلسل. هذا هو التعليق اللي عندي. شكرا. شكرا آدم. بس قبل ما نروح لنعمات، أنا بدي أحكي طبعا هاي زي ما حكينا، هاي الرواية هي تحولت لمسلسل أظن بعرفش 2018 أو 2019. طبعا الرواية هي ب 150 صفحة والمسلسل ب 30 حلقة، يعني خلينا نحكي مدة الحلقة 45 دقيقة. فمثلا هاي الرواية قبل ما نبدأ نحكي بالأحداث تبعتها، لما تحولت لعمل درامي أضيف إليها كتير من الشغلات. هلأ ما بعرف إذا نجح السيناريست إنه ينقل الرواية بالطريقة الصحيحة، لأنه طبيعة هاي الرواية هي عم تحكي عن نفس القصة من أربع أوجه مختلفة، من أربع أشخاص مختلفين. ما بعرف صراحة إذا قدر العمل الدرامي ينقل هاي الصورة بطريقة جيدة أو لا. صراحة ما حضرت المسلسل كامل مثل ما حكيت، بس هون يمكن بصفي إنه هل كل، يعني السؤال إنه هل كل عمل روائي ممكن إنه يتم تحويله لعمل درامي بدون ما تتحور أو يتحور الصورة الرئيسية تبعه أو الفكرة الرئيسية تبعته؟ تفضلي نعمة. مرحبا.
أنا زي ما حكيت قبل شوي، أنا على فكرة كتير قريت كتب كتير، يعني لا مثلا لنجيب محفوظ أو لغيره، وشفت برضه المسلسلات، يعني شفت إنه كيف يعني كتير منهم صارت مسلسلات، خصوصا لنجيب محفوظ كتير، يعني مثلا ثلاثية، كان أنت حضرتي الفيلم أو ما بعرف شو قلتي، الفيلم والمسلسل. والمسلسل أنا قريت الـ3 أجزاء أنا مثلا مش قادرة أقرأهم، بحس إنه بالضبط، ما حضرتهم. حتى قريتهم من زمان زمان وانا لسه يعني صغير، يعني قريتهم كتير وحبيتهم صراحة، والواحد فعلا انه خياله كتير بيشطح، فانا بقول يعني بفضل لو اجيتي علي ان الكتاب احلى صح احلى وامتع، ما بعرف لانه انت اول اشي خيالك بيبقى واسع، يعني بتقدري يعني انك تتخيلي اللي بدك اياه، مثلا كيف انك تصوري وكيف يعني، وبتستفيدي منه ومن آراءه ومن افكاره افضل من الفيلم، لانه اول إشي انت الكتاب عم تنصرفي له كليا، يعني انت عم بتفضي وقت لإلك عشان تقرا الكتاب وتستفيدي منه، المسلسل او الفيلم او إشي ما بتكوني منصرفه له كليا، يعني اكيد مثلا اللي حواليك بيأثروا فيكي، يعني ما بتكوني مركزه كثير بالفكره او الراي اللي بده يعطيه الكاتب في المسلسل، يعني لما بتقعدي تقرا الكتاب احيانا بتيجي مثلا بتيجي لك جمله في الكتاب او موقف في الكتاب تتركيه وبتسرحي، بتقعدي تفكري في الفكرة في هذه الشغلة هذه كيف إنه يعني شو، يعني زي بأنك بتحطي رأيك وهذا فيه، بينما المسلسل لا بضله زي كأنك محكومة في، يعني بيصغر أو بقلل من، يعني مش إنه بقلل قيمة الكتاب بس بيختصره، يختصره ما بيعطيكي يعني ما بيشبع رغبتك أو حبك بس أو هون شغفك، بالعكس تماما، هون مش هون مختصره، بالعكس بس في زياده صارت هون الخيال هون قادر، مسكه مسكه ومطه مطه كتير مش مطه مطه حتى كتير شخصيات زياده، يعني مش انهم والله فيهم صح كانوا حلوين، بس عن شخصيات جد، يعني زياده. قصة، يعني قصة إذا بتتذكري هي البطلة إنه عملها إخوات وأم وطرتها، سوسن بدر كانت أمها أظني أو شغلة زي صحيح هيك، صحيح، بس وحتى بالروايه اصلا هو ما فيش تركيز على تحيه بقصه حياتها، يعني هي بالضبط كانت الأيقونة خلينا نحكي، أو بالضبط، الإشي اللي بيدور حواليها بس بدون ما يحكي عنها كتير. يعني انا حسيت انه بالعكس بدل ما انه ينقل الفكره مضبوطه هو بالعكس، يعني كانها القصه تاخذت من المسلسل مش العكس، صح عرفتي صح كيف؟ صح كانها انعكست بالضبط، صار الايه. عندي هذا الإحساس. فانا بتصور عشان ما نكثرش حق انه الكتاب افضل، انا بحس او أكيد. بحب انه اكثر. ثانك يو، أهلا أهلا أبو يوسف. شكرا سلمى. الجواب على سؤالك بدون شك لا، العمل الدرامي لا يغني عن الكتاب، السبب كتير واضح بذهني، العمل الأدبي والعمل الدرامي فيهم اختلاف بالتقنيات وبأشياء كتير، يعني من يؤلف قصة عنده تقنياته، ومن يعني يخرج مسلسل أو يكتب سيناريو أو يخرج فيلم عنده تقنيات مختلفة تماماً تماماً مختلفة، وبالتالي نقل العمل الأدبي إلى العمل الدرامي أنا بنظري بأمانة تامة شيء مستحيل، هذا واحد. دائماً كاتب السيناريو حتماً عنده اعتباراته، اعتبارات الوقت، وقت المسلسل أو الفيلم سواء بالاختصار أو بالاستطالة، عنده زي ما بيقولوا عنده نفسه في الكتابة، وبالتالي مش راح يكون نفس النفس في الكتابة، يعني مش راح يقدر يقلد نجيب محفوظ في عملية كتابة سيناريو لمسلسل، هذا واحد. اثنين، واثنين أهم الحقيقة، لفتت نظر نعمات لمسألة إنه قصة الشخصيات سواء إضافة أو حذف من الشخصيات أو عملية تجسيد الشخصية، هلأ العمل الأدبي يكتب لك شخصية ويصفها ويصف تصرفاتها بجمل إحنا بنتفاعل معها ونتخيل الشخصية، نتخيلها بطريقتنا بذهننا بمعاييرنا إحنا، العمل الدرامي بيحصل لا، بيحصل بأنه أنت ملزمة تشوف الشخصية اللي تجسدت في العمل الدرامي. هلأ عملية الدخول في الدراما، أنا بما أني مرأت بفترة كان فيها دراما وكنت مع أوت في فريق الدراما، الدخول في الشخصية لتجسيدها وعكس المعنى تماماً لإظهاره
حسب ما بده السيناريو أو الكاتب عملية غاية في التعقيد، غاية في التعقيد، وبالتالي بدخل فيها كتير عناصر، بدخل فيها الشكل، بدخل فيها العمر، بدخل فيها نبرة الصوت، بدخل فيها المقدرة على الكلام، اللغة إلى آخره. فلا، جواب سلمى، لا، لا يمكن للعمل الدرامي سواء كان سينما أو مسلسل أن يترجم بأمانة العمل الأدبي، وشكرا. هو أكيد لا يغني، أنا بس الناحية اللي بدي أركز عليها أكثر إنه هو لا يغني، بس للأسف عمالنا يعني ما أظن إنه إحنا بعد ما نشوف العمل الدرامي بالذات إذا حضرناه وإحنا صغار إنه صعب نرجع نقرأ العمل الأدبي. يعني أنا مثلا بالنسبة إلي البؤساء من أعظم الأعمال الروائية، بس لأنه حضرناه وإحنا صغار أنا مثلا مش حاسة إني قادرة أرجع أقرأه كرواية، مع إنه هو عمل أوكي. عندي تعليق أظن إنه مهم كمان بالنسبة إلي على الأقل في هذا الموضوع. يعني آدم قال إنه في شيء اسمه العلاج بالقراءة. نعم. العمل الدرامي بنظري أنا لا يعالج، العكس تماماً، والكل بيعرف موقفي من العمل الدرامي. العمل الدرامي يشوه. نعم. بمعنى الكلمة، هذا رأيي أنا من زمان يعني، ولا وما بشوف أعمال درامية الحقيقة، لأنه بنظري إنها بتشوه، تعرض المشكلة، وممكن لما تقولي ما بتحط حلول تطلعي بتلاقي في جبهة قدامك بتقول مش وظيفة العمل الدرامي إنه يحط حلول، يضع حلول. فاين، ماشي الحال، هذا نقص جوهري في رسالة العمل الأدبي الحقيقة. فأنا لازلت عند رأيي إنه العمل الأدبي ليس علاجاً، بل هو يشوه أشياء كتير في داخلنا دون أن ندري، بدخل زي السم. أوكي، شكراً أبو يوسف. شكراً. إيمان، شكرا سلمى. هلا بعتمد العمل الأدبي لما يكون مكتوب ونيجي بدنا نترجمه لفيلم أو مسرحية أو مسلسل أو أي شكل من أشكال الدراما أو الملهى حتى، يعني بعتمد على أشياء كتير، بعتمد على الترجمة، هاي واحد، بعتمد على لأنه في أعمال كتير مترجمة ودخلت بالأفلام، بيعتمد على المخرج، بيعتمد على السيناريست اللي بيكتب السيناريو، بيعتمد على البلوت، الحبكة أو اللي بده يوصلوها، الفكرة الرئيسية في المسلسل أو في الفيلم. يعني مثلا إذا أخذنا قصة هاري بوتر الفيلم غير عن السلسلة لما تنقرأ، نفس الشيء لورد أوف ذا رينجز، الرواية Lord of the Rings فيها تفاصيل غير موجودة بالفيلم مثلا، قيسي عليها أشياء كتير. دائما الفيلم أو المسلسل أو لما نحول الرواية أو لإشي تاني، لعمل تمثيلي، تختلف. حتى المسرحيات بتختلف، ممكن إنه ناخد جزء من المسرحية ونمثلها ونضيف عليها، وهذا أمر يعني مش إنهم بنقص من العمل الأدبي، لا على العكس، ممكن يرفعوا حتى. يعني تخيل مثلا هاري بوتر ما نعمل فيلم، أو لورد أوف ذا رينجز ما حدش رح يسمع فيه. في كتير روايات وفي كتير مسرحيات موجودة، لما عملت أفلام وعملت مسلسلات انشهرت أكثر. فهي بعتمد على الطريقة والأسلوب اللي بدنا نقدم فيه هذا العمل. فهو حلو إنه بعض الروايات تتحول لأفلام أو لمسلسلات، بس مش كلها طبعاً. وزي ما قلت إنه لازم يكون المخرج والسيناريست والمعد يعني يكونوا أذكياء باختيارهم شو بدهم يقدموا من هاي الرواية أو من هذا الفيلم. بس بالنسبة لنجيب محفوظ مثلاً وغيره، لأن نجيب محفوظ بكتب عن المجتمع، عن الواقع، عشان هيك انعكاسات الروايات تبعته في السينما وفي المسرح كتير بتكون زي كأنها واقعية، يعني ما بتحسي إنه هاي الرواية وخلص بدها تضل رواية. مظبوط، لا هو أصلاً كاتب واقعي، وبالعكس بالضبط. يعني حتى إذا بنستعرض رواياته بنشوف إنه هي يعني أخذت معظم الحواري المصرية ووصفت الحياة، يعني كأنها توثيق تاريخي واجتماعي لا الحارات مصر،
بالفترة اللي هي من الثلاثينات أربعينات خمسينات يمكن بالضبط للثمانينات والتسعينات استمر حتى وصولا للثمانينات والتسعينات بس ما بقى أنا ما قرأت له صراحة ولا شفت له إشي من هاي الفترة يعني حتى روايتنا اليوم هي صدرت الواحد وثمانين بس أيوه. فعليا عم تحكي عن حقبات سابقة يعني عم تحكي عن الخمسينات والستينات أو مش خمسين يمكن ستينات إنه باعتبار أول ما عن اللي هو عن كرم وحليمة اللي هم يتجوزوا يمكن بالستينات بده يكون بما أنه ابنهم بده يكون بالسبعينات فحتى الوصف اللي كانوا يوصفوا بده يكون بالستينات تمام أوكي. شكرا أهلا آدم أنت رافع إيدك كمان مرة ولا لا؟ نعم أنا رافع إيدي لك أكو بعض النقاط حبيت أعلق عليها مثل ما قال إحنا أنا الأستاذ معتز كلامه صحيح الكتاب لما هي أفضل من الشاشة بالمشاهدة؟ شنو السبب؟ أكو فد نقطة في البيولوجي أو في يعني الموضوع بيولوجيا لما أنا أقرأ كتاب الدماغ بحاجة يعمل صورة يعني من إحنا هاي قرأنا رواية أو أنا ما قدرت أكملها بديت بيها فقط في البداية إنه بحاجة أكون صورة لذول الشخصيات لما شفت المسلسل لا كل واحد صابرين ومنازكي فالدماغ ما اشتغل فلهذا السبب للأسف الشاشة تقلل من الأكتيفيتي الموجودة بالدماغ هاي نقطة بس أنا أرجع مو هذا رأيي وإنما رأيي هي المختصة في موضوع العلاج بالكتب ذكرت في النقطة مو كل البشر عندهم القابلية يقولون القراءة بحاجة لها قوة وصبر وتركيز وأنا من الناس اللي أفتقد هاي النقطة بس للتوضيح أنا ما لقيت ويا كتاب يعني لازم بالفعل أجبر لهذا القضية ولكن ممكن كتاب أسمع أسهل أشوفه بعد أسهل زين توجد أكو حالات وهي على Goodreads لو انطب يوجد ما هو يسموها لستة الأفلام اللي هي أفضل من الرواية يوجد الأفلام الأفضل من الرواية وأنا أعطيكم مثال ويا حبذا لو في اليوم هذا الشيء نتطرق لأنه هو موضوع كثير جميل أحد الحائزات على جائزة نوبل جدا جدا مبد يعني من زمان طويل هي سلمى لاغرلوف هي كاتبة سويدية نعرفها يمكن جيلي وجيلج سلمى اللي هي سوت قصة نيلس هذا الكرتون اللي كنا نتفرج عليه هي كتبت قصته وهو جميل لأنه شرح تاريخ السويد بس بهذا الشكل الجميل يعني جغرافيا السويد بهذا الشكل الجميل والجذاب اللي شفناه بهذا الكرتون زين هي سوت فد رواية مرة من كنت بنادي كتاب ستوكهولم ناقشناها احنا بوقت كنا اتفقنا كل واحد حياخذ وسيلة كتاب مسموع كتاب مقروء أو مشاهدة أنا طبعا رحت للمشاهدة لأنه يعني الوقت وهذا الأسلوب الأحب ذا الغريب من قيمناها حصلت تقييم سيء ككتاب وأني أعطيت تقييم جيد كمشاهدة أولا كانت مسلسلة بالوقت الصحيح كانت مسلسلة بس قصيرة مدتها 4 أو 5 ساعات مو كثيرة وموجودة على اليوتيوب بالمناسبة ممكن حتى أنه أسوي لها الشير زين لما نجحت كمسلسلة أوضح اللغة المستخدمة بها لغة قديمة لغة تحكي عن السويد قبل 200 سنة حتى اللغة اللي تستخدم مختلفة لما تقعد تقرأها لما حاولت تقرأها أكو أنا للغة السويدية لغة الأماتي زي ما دفتم من وين من المصطلحات اللي يقولوها هاي ذكرتني بحالة شفتها من ردت أقرأ بعض الروايات الخليجية الناجحة المشكلة عانيت فهم اللهجة اللي يقولوها لأن مو لهجتي بس لما أشوف مسلسل خليلي جي لا أفهمه ليش لأنه بحكم المشاهد العامة تطيني توصلني الفكرة هم في بالهم التحويل النص إلى عمل تلفزيوني أو سينمائي مثل ما قال الأستاذ معتز صعب ولكن في حالات معينة لما النص قديم مثلا هذا كمثال جيد النص كان قديم مدى نفتهم اللغة الموجودة به فالعمل ساعدني أفهم المحتوى فأنا طلعت تقييم أحسن من قراء اللي عانوا يفتهمون المحتوى مالته لأن اللغة كانت قديمة بس بصورة عامة من أخرجه أعتقد أخذوا بنظرهم إنه هاي اللغة قديمة فيجب إنه يعملوا لها عملية يعني أخذها في يعني أخذها في نظر الاعتبار العمل السينمائي العمل التلفزيوني مو رسالته ينقل الكتاب حرفيا رسالته الكتاب يوجد به فد محتوى وهذا المحتوى إذا يقدر يطرحه بشكل آخر ملائم على التلفزيون حققوا هذا الموضوع وهذا ليس رأيي وأنه مرة ثانية رأي من هو مختص بهذا الشيء إذا أنت تعاني عندك تحدي بالحياة وكنا نعيشها
مو بالضرورة لا تبحث عن كتاب، برهان لو عنده هم شد نفسي وعصبي واكتئاب حيقعد يقرأ مثلا، قد مو هذا أفضل شيء يقوم به، بس ممكن يتفرج شيء، يتفرج شيء بمحتوى جيد، مو إنه يتفرج فقط ما هو لتسلية الوقت. طبعا واحد يقعد يتفرج بالمناسبة التلفزيون من أسوأ الأمور اللي يسويها من حالته النفسية مو جيدة، لأن يحرق الوقت وماكو أي حركة للجسم، فهي بصورة عامة مو محبذة. بس إذا سويت هذا الشيء على الأقل أخذ محتوى جيد، قد هذا يخليك إنه تفكر وتتأمل ببعض الأفكار. شكرا لكم. شكرا. طيب خلينا نبدأ بأحداث الرواية. الرواية بتم سردها عن طريق 4 أشخاص، يعني هي مقسمة لأربع أجزاء، كل جزء شخص بيحكي، اللي هم الأربع أشخاص اللي هم طارق رمضان، كرم يونس، وحليمة الكبش، وعباس كرم يونس. كل هدول بيحكوا تقريبا، طبعا كل واحد بيحكي قصة، بس بالآخر هم بيشتركوا بأحداث معينة، وبيورجونا كل كيف كل واحد عم بنقل الصورة من وجهة نظره أو كيف هو شافها، وبالتالي إيش نتج عن الرأي اللي كل واحد كونه عن هذا الحدث المعين أو عن هاي الشخصية المعينة بناء على الأحداث اللي صارت. ليش نجيب محفوظ اختار هدول الأربع شخصيات؟ أنا شفت الإشي الأساسي اللي كان بيجمعهم إنهم كلهم كانوا ساكنين ببيت واحد، يعني كرم يونس وحليمة الكبش هم زوجين وعندهم ابن اللي هو عباس كرم يونس، وفي طارق رمضان اللي هو كان نزيل عندهم، كانوا مأجرينه الغرفة. هلأ مش هذا طبعاً الإشي الوحيد اللي كان بربطهم، كان بربطهم أشياء تانية اللي هي إنه كلهم كانوا بيشتغلوا مع بعض في مسرح. والإشي الثالث اللي كان بربطهم اللي هو هلأ راح نبدأ فيه اللي هو أحداث الرواية الأساسية، إنه عباس اللي هو شاب في مقتبل العشرينات من عمره كتب مسرحية، هاي المسرحية كانت عم تحكي عن حياتهم من وجهة نظره، من إيش هو شايفه، وقدم هاي المسرحية لصاحب المسرح اللي كلهم بوقت من الأوقات كانوا تحت رحمته إذا بدنا نحكي يعني هيك، أو كلهم اتأثروا، حياتهم اتأثرت بوجود هذا الشخص، وقرروا إنه يصدروها كمسرحية ويكون لهم دور فيها. تبدأ الرواية إنه طارق رمضان اللي هو ممثل درجة تانية، يعني ممثل مش مغمور، مش حدا له شهرة، يعني يعتبر من الدرجة التانية، وزي ما حكينا هو كان عايش عندهم في البيت. بيورجونا إنه هو راح لمكان شغلهم اللي هو زي مصطبة مسمينها مقلة، ما أعرفش إذا هيك يعني إيش وصفها بالضبط، مقلة. بيروح لعندهم وبيحكي لهم إنه عباس عامل مسرحية، هاي المسرحية فيها فضائح وابنكم مجرم. هلأ طبعا بالبداية كان المشهد الافتتاحي إنه صاحب المسرح اللي هو اسمه سرحان الهلالي كان عم بيقولهم إنه في مسرحية جديدة، وهاي المسرحية أنت يا طارق رح تمثل فيها دور البطولة. ولما قرأه بنجن، لأنه بيقول له هاي شهادة صريحة إنه في جريمة قتل. لهلأ إحنا مش عارفين وين إيش هي جريمة القتل، نعرف إنه في واحدة اسمها تحية وماتت، ويعتقد إنها ماتت موتة طبيعية، بس بحسب المسرحية هذا عباس بيقول إنه هو قتلها، بس إحنا ما بنعرف هل هو قتلها ولا مسرحية. وكانت وجهة نظر سرحان الهلالي اللي هو صاحب المسرح إنه هاي مسرحية إحنا ما منحقق، إحنا ما إلنا علاقة، ممكن تكون خيال ممكن تكون واقع، لكن إحنا بالنهاية راح نمثل هاي المسرحية. ورجونا بعدين إنه طارق راح عند أهله وحكى لهم إنه ابنكم هو اللي دخلكم السجن، هو اعترف بالمسرحية إنه هو دخلكم السجن، وهو اعترف إنه هو قتل ابنه، وهو اعترف إنه هو قتل مرته، وبالآخر قال إنه بده ينتحر. فإنه إيش بدكم تعملوا بهذا الموضوع؟ طبعاً برجع بعدين هلأ من خلال السرد بيورجونا إنه في أحقاد دفينة بين هدول الأشخاص كلهم، وصار في أحداث أثرت على كل شخص كيف بنى وجهة نظره للتاني. شو رأيكم نبدأ نحكي بشخصية طارق رمضان والمنطلق تبعه أو وجهة نظره أو سرده للرواية؟ إيش حسيته شخصيته كانت بتحكي؟ بالنسبة لعلاقته مع تحية، بالنسبة لعلاقته مع أسرة عباس، إذا حدا بحب يحكي. طيب ما في حدا رافع إيده. طيب القصة زي ما حكينا إنه عباس
بالمسرحية تبعته اللي هو كتبها اعترف إنه هو قتل مرته، قتل ابنه، وبلغ عن أهله وحطهم بالسجن بسبب الأفيون لأنه أبوه كان بتعاطى الأفيون، وصور أمه إنها داعرة ويعني ماشية على حل شعرها، وبنى هاي الصورة تبعته بيورجونا بعدين بالأحداث كيف بنى هاي الصورة. هلأ كل واحد كان له وجهة نظر، فمثلاً طارق زي ما حكينا هو شخصية، هو ممثل درجة تانية، كان بيحب تحية بيحبها كتير بس بنفس الوقت كان يعنفها، يعني ورجونا بأكثر من مشهد على لسان عباس إنه كان يضربها، ما كان يعاملها منيح، ما كان يحترمها، بالرغم من إنه هذه تحية كانت برضو تشتغل بالمسرح، برضو ممثلة درجة تانية، وإنه إلها علاقات كتيرة، يعني علاقات متعددة. وبيورجونا مثلاً شخصية كرم يونس اللي هو الأب، إنه تجوز حليمة، ولما تجوزها كان على أساس إنه هي برضو واحدة بتشتغل بقطع التذاكر بهذا المسرح، وحسب الرواية اللي هو حكاها والرواية اللي هي حكتها، هي بتعترف له بليلة الدخلة إنه هي تم اغتصابها من قبل سرحان الهلالي، وإنه هي ما إلها علاقات تانية، بس هذا الشخص هو اللي اغتصبها. كرم يونس لأنه عنده حالة سابقة، أو خلينا نحكي عنده إكسبيرينس سابقة، إنه أمه كانت كمان تخون، مش تخون أبوه، برضه كان مشيها بطال، فهو اعتقد بما إنه مرته حكت له هيك فهي على الأغلب عم تكذب عليه، وإنه هي لا بكيفها، وإنه يمكن إلها علاقات متعددة. وأكد هذا الحكي لما راحوا على المسرحية وشاف إنه ابنها كمان كان عماله يتهمها إنه هي إلها علاقات متعددة. حليمة انبهتت لأنه هي من وجهة نظرها إنه أنا تم اغتصابي وأنا ما إلي أي علاقة مع أي حدا تاني. إذا بدنا نيجي ناخذ هذا الحدث، واحد اللي هو كرم شاف إنه زوجته، مع إنه هي حكت له إنه أنا تم اغتصابي، بس هو عاملها لأنه عنده خبرة سابقة من أمه، عاملها إنه هي كذبت، بس حكى لها الماضي خلص انتهى، أنا ما بيهمني الماضي، بيهمني الحاضر. فهون نقطة مهمة إنه هل هو فعلاً كان حكى هاي الجملة، بس هل هو بعقله الباطن أو كرجل شرقي إنه قدر فعلاً يسامحها، وهل أصلاً هو اعتبر، يمكن اعتبر إنه إنها اغتصاب كان بسببها هي، إنه مش اغتصاب يعني ما صدقها. حليمة من وجهة نظرها إنه هي تم اغتصابها وهي كانت المرة الوحيدة وهي بعتيها تزوجت كرم. وبعدين من وجهة نظر عباس اللي هو بيوم من الأيام شاف سرحان الهلالي وهو كان عندهم سهران بالبيت، شافه عم يدخل غرفة أمه وسكر الباب وما شاف شو صار بعدين. وبنيجي منشوف بالقصة اللي حكتها حليمة إنه أنا وأنا كنت نازلة إجا سرحان دخل عندي على الأوضة بس أنا ما أعطيته مجال وطلعته. فكل واحد بنى سيناريو مختلف بخياله وتصرف بناء عليه. هلأ طبعا التصرف يعني أكثر واحد كان له تأثير كبير هو على عباس، وهلأ بنيجي منشوف لقدام إيش كان تأثيره. تفضل آدم. أوكي، أنا ما تمكنت أوصل يعني بالرواية لهذا المستوى، بس أنا أحكي لك من اهتمامي بعلم النفس وتأثيره على الإنسان، إنه تكون عنده حياة ذات معنى، لأنه هسه التوجهات الأخيرة في علم النفس إنه شلون تحول هاي النظريات إلى تكون عندك حياة ذو معنى، اللي هو نفسه تتكلم عن الأديان رسالته كانت موجودة. أنتي عن الشخص الأول كرم أصور اسمه، ذكرتي إنه يعني ذكرتي من ناحيته هو شنو في باله. هو بالتأكيد لو نحكي حاليا كمثال نظري هو أكيد شك بيها، يعني هذا مش شيء غريب إنه حيكون هل واحدة مثلا في مجتمع شرقي مو عذراء، فشنو راح تقول إنه أنا مثلا كنت مؤمنة بالحرية الشخصية؟ طبعا إنه حتكون نظرتها شوية مختلفة. الفكرة إنه هنا السلوك دائما المجال الثقافي أشوف فيها ما يدور الإنسان وأفكاره، وهو شيء جميل، يعني الإبداع ما يجي إلا الإنسان من يفكر ويتخيل، بس أنا أحكي عن السلوك. هل ما هو صرف سلوكه كان سلوك جيد؟ أكو هنا طبعاً آراء مختلفة، وهذا موضوع أصور حساس كلش طرحه في مجتمع شرقي وأونلاين،
بس بالنهاية كسلوك هو ما كان سلوك، هو عنفها، هو ضربها في ذاك الوقت وفي ذلك اللحظة حسب الموقف اللي إتي إنه اشرحتي. فأني كسلوك أشوفك سلوك إنه كسلوك في باله هو، سواء هو كان واثق واثق بها أو ما وثق بها، هاي المسألة ما تضيف لك شيء في حياتك، أنت تفكر كما تريد، مهم شلون تسلك. هو من سلك سلوك ما شوف أنه كان خاطئ، هذا رأيي الشخصي. لا، هو وين صارت المشكلة؟ خلينا نحكي بين كرم وحليمة. حليمة فعلا كانت شايفة حالها ضحية الاغتصاب، وبالتالي هي شايفة حالها أنه حدا محترم، حدا صاحب فضيلة. يعني حتى لما نشوف هي كيف كانت تربي ابنها اللي هو عباس، كانت تربيه أنه أنت ملاك، ضلها تعيد له جملة أنت ملاك، أنت راح تطلعنا من هاي البؤرة الفساد اللي إحنا فيها، أنت الحدا المنيح، أنت الحدا الكامل، أنت الحدا الشاطر، وكل هاي الأفكار. فهي لأنه هي فعلا ما عملت إشي، فهي شايفة أنه هي صاحبة فضيلة. بالمقابل زوجها لأنه ضله شاكك فيها ولأنه عنده هاي التجربة السابقة، فهو صار يعاملها أنه أنت بتدعي الفضيلة بس أنت ما عندك هاي الفضائل كلها، وبالتالي جبرها مثلا أنه بما معناه يحولوا بيتهم لمخور، لأنه سكنوا هذا الشاب اللي هو طارق عندهم، بعدين عملوا غرفة إقمار في البيت، وكانوا يجيبوا كانوا يجوا تبعون المسرح، كانوا يجوا لعندهم ويسهروا عندهم معظم الليالي، وياخذوا هذا المصاري منهم باعتبار مصاري حرام. وطبعا ورجونا كيف أثر هذا الحكي كله على علاقتهم مع بعض، علاقة كرم وحليمة، لأنه هي شاف إنه هو ليش عم بيعاملني هيك وأنا مش قادرة أكون مع هذا الشخص المنحط أخلاقياً، وهو شايف إنه هي بتدعي الفضيلة وهي فعلياً مش هيك. بس بهالمعنى سلمى، بهالمعنى لما تكملين حضرتش عذراً إنه يعني، بس لأن بهالشكل أنت من أخذتي من قدمتي في الرواية، إذا وضحتي السلوك، إذا هو قال شيء وصرف شكل آخر، يعني هو قالها لا أنت ماكو مشكلة، أنت ممكن تكونين شريفة بس عامل معها كهي إنسانة مو شريفة. هنا جينا عن السلوك تفهميني، وهنا أصبح السلوك هذا ما معنى، يعني هذا السلوك بالواقع ما يعطي معنى بالحياة جيد. لما أنت تقول إنسان أنت يعني، وهي قد تصير حتى أوفك عن هيك مواضيع حساسة بالحياة العامة، مشكلة في الشركة صار عندنا فشل في شيء، بعض الأحيان تصير في الشركات إنه ها لا إحنا يجب إنه ملوم الآخرين ونتقبل الأخطاء، هذا الكلام. بس بالفعل إنه بعد يصير أي سلوك وأي إدراك ومحل شك، فأصبحت ما تقدر تعمل للأسف في بعض المؤسسات اشتغلت بيها. أنا شخصياً شفت هذا الشيء، وكان في غاية من السوء أنه تعمل بهيجي مجموعة وبهكذا شركة، لأنه الكلام واو إحنا هذا كلام الشعارات نسميه أوكي، بس بالسلوك تشعر أنه هو مراضي، يشعر بحالة من الفشل والإحباط ما صار ويريد يعكسه في كل سلوك. فهذا سلوك الفعلي اوكي، انت يا اما وهذا خيار لك انه انت هاي شوف الانسان ما تقدر تكمل معها، مو خطا، ماكو داعي فضايح، انه يا با انت احنا هذا يعني ما ممكن اكمل، انت ممكن مو بالضروره بدك تكذبين بس انا شكي حيقتلني، فكل واحد انه يفترق وينفصل مو خطا، بس ما انت تبقى مع الوحده وانت اذا كانت هي احتمال يعني عاهره تحولها الى عاهره، فبالواقع انت هواي اسوأ من ذيك الانسانه. شكرا آدم. نعمات، بس بدي يعني احكي بشكل عام عن يعني شو الكاتب. اوكي، هلا هو يعني عباس كتب عن كل واحد منهم، كتب عن كل الشخصيات هاي، بس اذا بتلاحظي كل واحد ركز على نفسه وعلى ذاته وعلى شو عانت له المسرحيه. مثلا طارق رمضان، يعني من كل يعني هو في كله اجماع انه اللي صار صح، يعني انه من وجهه نظر كل واحد انه صار صح باستثناء الجزء اللي بخصه. يعني مثلا طارق رمضان الجزء اللي بخصه شو هو؟ انه هو اخذ حبيبته، يعني حرمها منه وتزوجها وبعدها عنه، فهو ايش اللي ركز عليه بالنهايه؟ هو بالنهايه هم ما جابوا لنا مسرحيه ولا احداثها ولا شو كتب عباس، هم جابوا لنا الواقع، يعني الحقيقه اللي صارت، بغض النظر هو شو كتب. يعني احنا ما عرفنا شو كتب عباس، اذا تلاحظي احنا شفنا معينه بالضبط، كان يلمح تلميح صح. تلميح. هلا طارق رمضان شو اللي همه من الموضوع كله؟ انه اخذ تحيه حبيبته وتزوجها، فهو زي ما تقولي انه لما بالنهايه قال انه هو قتلها، فوجد ضالته، يعني صار بده ينتقم منه بالضبط، انه هو مجرم وقاتل وانه بيستحق الشنق.
بغض النظر حتى لو هو كاتب مش كاتب، يعني حقيقة أو خيال، هو بالنهاية اكتشف يعني قال أنه خيال، أنه قتل، أنه ما قتل بالكتاب نفسه، ما قتل، هو بخياله قتل. حتى أبوه وأمه لما شكى عليهم للشرطة هو بخياله بالحلم يعني. بس كان يحكي كلهم اقتنعوا يمكن بالمسرحية لأنه شافوا أنه هو عم ينقل حياتهم نوعا ما بطريقة هو حقيقية، بس كل واحد يكونوا اقتنعوا فعلا بالنهاية اللي هو حطها أنه هو قتل مرته. ما هو أنا بحكي لك، بقول لك كل واحد من وجهة نظر ترك كل الحقائق كل شيء زي كأنه مجمعا أنه هذا كل اللي صار في المسرحية وصارت الحقيقة فعلا، باستثناء أنه مثلا هو طلع قاتل بالنسبة لطارق رمضان، صار بده ينتقم منه أنه يعتبره مجرم. هلا أمه ما تلاحظي أنت زي ما قلت بتقول عنه ملاك، وكانت هي اللي بتحبه حب خالص، وإنها يعني عمرها ما كانت تتصور أنه هيك رأيها فيها، طلع ظالمها أكثر شيء إذا بتلاحظي. صح. انا رح نيجي عليها بالضبط يعني، بالضبط يعني طلعت هي اكثر شيء مظلومه ان اتهمها بشرفها، ويعني انها كانت تصرفها غلط وانه مع الشباب ومع الشيء. هلا بالنسبه كمان لابوه اذا بتلاحظي انه عمله ضحيه، عمله ابوه ضحيه ابدا، ما يعني انه ما انه مش تصرفاته كلها اللي صارت هذه بالنهايه، انه حتى ابوه نفسه على لسان ابوه انه ما انتقد ابنه ولا قال إشي عن ابنه، شو قال بالعكس انه طلعوا ضحيه، مع انه ناقد نفسه يعني. هلا هو مثلا اتولد في بيت اللي هي البيت اللي نادي قمار او شغله زي هيك، ومع ذلك ضل محافظ على اخلاقه وعلى مثاليته، بينما ابوه بالمره كان منحل على الاخير يعني، ومع ذلك قال عنه ضحيه. فكل يعني انه هو اجى يعني حكى عن كل شخص وكل واحد من الأعضاء يعني المسرحية فقط شو بتمثله المسرحية أو شو اللي بده يستفيد منها. بس لاحظي لما أول ما بدت المسرحية وهو قبل ما يعرف إنه هي مسرحية تحمل الحقائق ولا لا، فلما صور أمه يعني أمه وأبوه قاعدين بيحضروا بالمسرحية، فلما صور أمه إنه عم مع هاد ومع هاد، فحط إنه حتى مع مدير المسرح، فصار يطلع عليها ويقولها حتى المدير، فيعني هو اقتنع مباشرة بدون ما يعرف يعني، خلص حط إنه هاي حقيقة واقعة وإنه هاي المسرحية ما في مجال للخيال فيها، وإنه هي فعلا أشياء كلها صارت، أو إنه الواحد ممكن يأخذ جزئيات ويترك جزئيات تانية. هاي شغلة مهمة برضو، إنه إحنا إيش الإشي اللي بناسبنا مرات ممكن ناخده، وإيش اللي ما بناسبنا ما بناخده. منساش هو نفسه سلمى، هو نفسه عباس نفسه اللي كتب من وجهة نظره برضو، كتب كل واحد من وجهة نظره صحيحة. بس أبسط بس يعني أديه بجزء ما تكون 50% من الصح أو حتى أقل يعني، ما تقدر تحددي. فهو يعني حتى أعطى لكل واحد يعني حكى الأحداث، كل واحد ركز على جزء اللي بده إياه. هذا كمان بخلينا يعني نعرف إنه كل واحد يعني، أنت لما بتشوفي إنسان بتصرف تصرف معين بجوز أنت تفكري أو تظني إنه هذا تصرفه 180 درجة منعكس عن قصده أو إيش كان وراء تصرف هذا الشيء يعني. وثلاث ست يعني. أوكي. هلا هلا. أبو يوسف أو ناخد سمر بعدين نرجع لك أبو يوسف، معلش. أوكي فاين. تفضلي سمر. مرحبا. هلا بالشخصيات هذا العامل المشترك بيناتهم برضو انهم هم بيعانوا من ضيق ذات اليد يعني فقراء، وطبعا هم بيعيشوا بجو كل شوي فيه غلاء، وهم مع انهم هو الفتره اللي كان فيها ذكر في هزيمه 67 بعدين انتصروا بالحرب ال70 وصار وضعهم، مع انهم المفروض انهم يتحسن وضعهم لكن ازداد سوءا يعني، كأنه انفتحوا على العالم وزادت ارتفعت الأسعار. هو بيحكوا يعني هو حتى كرم يونس بتضل يقول الجريمة الأكبر إنه هو ارتفاع الأسعار، وبيسكت الناس على الدولة تسكت على المنافقين وعن هاي الأشياء يعني. هو بيعتبر حاله ضحية برضه المجتمع الوضع العام. وبرضه كلهم كانوا يعانوا من الفقر يعني، حتى حليمة لما كانت تدور على بيت إنه هي سكنت عنده كرم، ولما وافقت يعني وافقت عليه بسرعة يعني برضه مش بس عشان سبب مشكلتها،
برضه لأنه كمان خريطها يعني بدها تخلق يعني لأنه بيت قاعد ببيت مكتظ وإشي فبدها تطلع من البيت. وحتى تحية برضه لما في إلها عبارة المتسول إنه ما بيقدر يختار ما إلوش حرية الإرادة أو حرية الاختيار هي التحية. طبعا هذا كله مش مبرر اللي عم بيصير بس هم بوضح الكاتب يعني حتى بالمسرح كله مجتمع فاسد المدير والمنتج والكاتب والممثلين كلهم فاسدين. بس انه هاي فيها شوية ما بعرف كله فاسد نعم انه يعني في مهن معينة لازم تكون مليئة بالرذيلة كيف؟ بقول يعني هو بيصور لنا كأنه عالم الفن والمسرح إنه عالم الرذيلة. قال المسرح قال حتى اللي بده يوصل ما بعرف كيف قال المسرح خصوصا يعني المسرح بالنسبة لمصر يعني هو عندهم بالذات بمصر يعني هو أبو الفنون عندهم والكل دائما هم بيهتموا بالمسرح يعني بيجني أرباح هائلة المسرح بخلاف الدول الثانية الدول العربية. فما بعرف ليش هيك هالقد تصوره هو بيصور الحياه مسرح الحياه يمكن كل اللي هو اللي كان خاطبه انه الحياه نعم. مسرح كبير انه الحياه مسرح كبير نعم والفيلم واللي بيقع فيه هدول الاهالي والابن اللي هو المفروض فيه كان هو مثالي طبعا هو نظرته للامور لانه هو مثال حتى اتخذ اجراءات لانه هو اصلا سنه صغير هو يعني مش مخلص توجيهي كان بالمرحله الثانويه يعني 16 سنه ل 18 هيك عمره خلال هاي مده الروايه. فبصلتك الضوء طارق رمضان هو بالاصل يعني هو نشا وهيك كان هو مدمن ويعني هو فاسد يعني هو يعني صار عمره بالخمسين وكان يمثل أدوار ثانوية لولا صداقته بسرحان الهلالي اللي هو برضو حتى فرجونا أنه نشأ من بيئة غنية بس هو اتجه لاتجاه المخدرات واتجه لل يعني للحياة الفساد وقدر يكون بس عمل مسرح من ورثة والده يعني فعمل بس هو لأنه صداقته سبب صداقته لطارق فهو هذا قدر يكمل هذا الدور يعني يساعده بالتمثيل. بس ما بعرف يعني هيك بيصورونا انه المجتمع يعني كانه هذا هو هاي البيئه كلها مهم طبعا الفساد يعني مستحيل يعني حدا يجر الا اللي ما زيه يعني ما اللي مش فاسد ما بيقدر يستمر بهذه البيئه الاصل يطلع على طول بيطلع يعني ما بيقدر يكمل لانه خلص مجرد ما الواحد بتحط اجره بهالموضوع وبتبدا التنازلات خلص بتصير الامور الى ما لا نهايه يعني مثل زي حليمة فصارت معها يعني حتى مجرد زواج من هذا الرجل وهو حتى يعني لو رجل تاني هو زي ما حكى ما بيقبل بس لأنه هو عنده تجربة ماضية فمش بهذا الموضوع بموضوع الزواج الماضي لا واحد ما حدا بيقدر يخلص من الماضي لأنه هي بكل لحظة كل شوي بذكرها بمشكلتها وبيربط وأي تصرف منها بيصير عن بدون انتباه او بدون اي قصد تفسر بانها هي مش يعني هي قاصده هذا الكلام فالماضي زي ما بقول بيلقي بظلاله للحاضر ما حدا بيقدر يهرب من ماضيه هو كرم نشا هو حتى في انه في جمله هيك لما وصفه ابنه بالمسرحيه لما حضروها المسرحيه بقول انه الاب هو شخصيه برضه هي منحل فهو بيحكي بقول أنا كيف أنا مش منحل أنا ما تربيت بالجو سليم عشان أقول عن حالي إن أنا صرت وتغيرت هو تربى ببيئة مش سوية فهو هذا هيك هو طلع هيك هو بس هو بعيب بالناس اللي كانوا عايشين ببيئة سليمة وفي مجال إنهم يمارسوا أخلاقيات ومبادئهم بس يصيروا ينحلوا فهم بقول عنه هيك وبعدين بظهر بمظهر أصحاب المبادئ وإلهم وناس يعني يكونوا معهم وبيحترموهم ومن هذا الحكي يعني هم هذول يقول عنهم المنافقين فهي هيك بذكره كمان بركز على موضوع الغلاء الأسعار كمان كيف هذا بيأثر لأنهم ما اتجهوا إنهم يأجروا البيت أولا إلا بسبب ارتفاع الأسعار ومش قادرين يكفوا الرواتب تجيهم ما قادرين يكفوا مصروف حياتهم ولما ارتفعت برضه صار يأجر البيت لبيت إمارة يعني في هاي هذه هي الشخصيات هيك بالمجمل فهي اللي بجمعها يعني الفقر والفساد أوكي
شكرا سمر. أبو يوسف. أوكي شكرا سلمى. هلا يا جماعة هذا إبداع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني مش عبثا أخذ الجائزة ولا عبثا انشهر. نجيب محفوظ قدر الحقيقة قدر إنه يوصف قاع المجتمع، قدر إنه يدخل في مشاكل الناس اللي يعني اللي نادرا ما طبقة أعلى شوي تقدر تستوعب هالمجتمع هذا قاع المجتمع إيش فيه. نجيب محفوظ عاش بين هدول الناس ودخل في تفاصيل حياتهم. إبداع نجيب محفوظ بأنه لما بكتب ما بيوضح لنا الدوافع تماما أو ما بيحلل، يعني هو بكتب الواقع السيء، الواقع الأليم، واقع الفقر، واقع الجهل، واقع تشوه العلاقات. نجيب محفوظ يكتب دوامة الحياة اليومية كما رآها، وهي فعلا انتوا اذا يعني بتتأملوا شوفوا قديش يعني قديش صار في تحليل للشخصيات وتحليل للقصة. انا بنظري انه كل التحليل هذا ما وصل تماما لدوافع هدول الناس ومشاكلهم بشكل دقيق. هدول الناس عندهم معاناتهم لا توصف ولا يمكن لي يعني أي شخص عايش بطريقة أفضل، ما بدي أقول طريقة مرفهة، لا، أي إنسان عايش بطريقة أفضل لا يمكن أن يصل للدوافع الحقيقية وللأسباب الحقيقية لهاي العلاقات المشوهة، العلاقات اللي فيها الخيال، خيال الإنسان، يعني حتى خيال الإنسان يصله التشوه ويصله الشك ويصله هاي المعاني والتعابير والخبرة في الحياة اللي فعلا بتودي الناس لدوامة هم بدخلوا فيها وبيعرفوش يطلعوا منها. يعني أنا لما بقرأ لنجيب محفوظ بشعر بهاي الدوامة، بدخل في هاي الدوامة، بدخل مع الناس في الدوامة هاي، في رزقهم، في رغباتهم، في غرائزهم، في كل شيء بيعانوا منه في حياتهم. فهذا نجيب محفوظ. يعني أنا حبيت بس ألقي ضوء على المقاصد نجيب محفوظ، لأنه لا يمكن أني أصل لعمق الإحساس والشعور اللي نجيب محفوظ حاول ينقلنا إياه من خلال الشخصيات هاي. وشكرا. شكرا أبو يوسف. آدم. أكو نقطة ذكرت لها سمر صراحة نقطة جميلة، يهيالي بهيك هكذا نوع من الحوارات دائما يذكر البيئة، ابن البيئة السيئة. بالتأكيد الطفل لو طفل نشل ما ممكن والله نقول له تعال، حتى في القوانين الموجودة إنه ما ممكن تأخذ طفل تحاسب عن النشل، لأن هو طفل. لو واحد جابوه أهله أو أي واحد مسؤول عنه معلم النشل وما يفهم ما بين النشل، الطفل الصغير ما يفهم بين النشل وأنه هاي الفلوس مالتك، وحتى لو فهم ما عنده الجرأة إنه يواجه من هو مسؤول عنه في هالموضوع كطفل. بس لما تدخل مرحلة أنت تعبر هذا الشيء وتدخل في بداية عشريناتك ما ممكن تلوم البيئة. بالتأكيد البصمة مالتها موجودة، بالتأكيد الظروف اللي نشأ بها الإنسان موجودة بالتأكيد عالية، وبالتأكيد حيعيش ألمه ومعاناته ومشاعره، ولكن سلوكه ما يحكمه بيته، سلوكه يحكمه هو شلون يريد أيامه بالحياة يقضيها. فهاي النقطة واي أذكرها، أخطر شيء بيئة من تكون مؤثرة للإنسان ما يدركها. لما الإنسان يشوفه يسلك بصورة مثلاً إنسان يضرب زوجته على سبيل المثال، أبوه دائماً يضرب زوجته، أوكي؟ فأعتبر هذا الشيء طبيعي. بس يوم ما يفهم أنه ترى هذا الضرب اللي كان والدي عمله مع يضرب والدتي هذا الشيء خطأ، بعد ليه ما يقدر يلوم والده وبيئته، يلوم السلوك هو اللي أسهل شيء يأخذ الدماغ من يواجه المشاكل. فهاي بس نقطة لفتت انتباهي. أكو شيء صراحة ده استقرأ من عندكم بالرواية وهو شيء جميل، يعني الكتاب العربي ذكروها للأسف، واقع المرأة بالعالم العربي
للأسف واقع المرأة في معاناة بالعالم، يعني مو فقط طبعا بس للتوضيح، لا نقول العالم العربي، يعني حسنا ما نحكي عن أوروبا على سبيل المثال، لا تعتقدوا أن واقع المرأة هنا أنا واقع هواية هو أفضل. المرأة هم تحت ضغوط كثيرة، تشوف في هواية من الدول للأسف حتى في أقول لكم عن المجتمعات اللي عشت بيها اللي هي كثير تحكي عن المساواة، مثل الدول الاسكندنافية كثير المساواة، المرأة تحت ضغوط جبارة، تعرض لعملية بيرن أوت اللي هو عملية اكتئاب بسبب ضغوط العمل، الحياة، المتطلبات، لازم عندك حياة عملية وحياة أسرية. أو في الدول الأخرى أنه رمز الإغراء، رمز الشكل، يدخلون في مسائل الأنوثة للأسف تستخدم بشكل خاطئ جدا. في العالم العربي احنا للأسف في نفس هذا الوضع الكلاسيكي، وهاي مسألة النظرة وتحميل المرأة في أي مشكلة تصير الجزء الأكبر. وهنا أنا أريد أذكر في النقطة أنا حتطرق لها، ما لها علاقة بما ذكر بس يجب أنه أذكرها. البارحة اللي سمعته أنه تصير مشاكل بالعالم العربي للأسف هاي التكنولوجيا هي جدا متوفرة وسهلة، أريد أوضح هاي النقطة بمنتهى السهولة. اليوم بمنتهى السهولة دا أتكلم، إنسان مو خبير يأخذ هسه هاي الفيديوهات إحنا دا نسويها أوكي، يأخذها ويسوي من عندها أفلام إباحية بس للتوضيح. وهاي النقطة أريد أذكرها بشكل جيد، إحنا دا نعرض نفسنا الخطر هنا، أنا كل سيدة دا تشارك بهذا الموضوع دا تعرض نفسها الخطر أنه عندها فيديوهات على اليوتيوب. ليش؟ لأنه من عنده كذا فيديو على اليوتيوب حيقدر بسهولة ليأخذ هاي الفيديوهات يوضعها بالأفلام اللي هو يريدها. أنا دا أسمع صراحة حالات غريبة تصير بالعالم العربي، أنه أكو بنية يدزون لأهلها أفلام أوكي، والبنية نفسهم بعضهم شابات كلش صغار، تقولهم هو أنا وين أريد أروح على مدى سوي هيك علاقات، بس بتعرفون موضوع السمعة والشي والضغوط بعض الفتيات ينتحرن. للتوضيح أذكرها في هالنقطة، لو تشوفون لأي واحد فيلم إباحي لازم تخلون بالكم مو خبير، إنسان عادي ممكن يطب. أكو حاليا مواقع فري تساعدك بهذا العمل القدر اللي يصير، تعرضوا للمرشحات بالعراق قبل كم سنة، بعض المرشحات اللي كانوا داخلات للأسف طلعت هاي الأفلام، وبعدين طلعوا خبراء قالوا يا بتاع هاي أفلام يعني مو بروفيشنال، ناس عاديين ممكن إنه ترى يسووها. بس الغريب بالموضوع هذا الكلام كله نحكي عن المرأة، زي ما هو ممكن كذلك عن الرجل، هو ممكن الإنسان يكون فيلم مثالي عن الرجل، ليش هالمشاكل ما نشوفها؟ وبناسبة أرجع وأقول القضية لا تدخل المرأة، شوف حتى في قبل كم سنة قريبا صارت الغريب يعني عجائب الأمور، أنه واحد فاتح موقع يوضع يسموها أنه تثأر بفيديوهات شخصية بعض الناس توضعها لأدهم مثلا زوج سابق، زوجة سابقة، أو girl friend boy friend في المجتمعات الغربية، يوضعوا لهم فيلم شخصي هو مفروض فيلم شخصي وضع على هيك موقع. هذا الرجل طبعا السحب للقضاء على مود محاسبته، هو الرجل قال أنا ما لي علاقة، أنا حاط موقع الناس تخلي ما عليه، بس هو استخدم لهذا القضية. بس أرجع وأقول الغرابة من استهدف هي النساء، من استهدف هي النساء. للأسف وأتمنى إحنا بالعالم العربي إذا نحكي من العالم العربي خلينا نحكي عن مسائل إيجابية لأدنى، إحنا نعتبر المرأة مصدر حماية. أكو فت حالة جميلة ذكرها أحمد وحيد الكاتب، أقصد اليوتيوبر العراقي الممثل، حلاحظ شيء جميل تشوفها من الشباب العربي إنه تصير أمور، يقول ضافوني الواتساب جروب، فضافوني وفجأة واحد نزل فيديو قال يا بهاي الأم اللبس الأخضر ترقص، فيقول طبيت أشوفها، فيقول لما طبيت أشوفها شفتها قاعدة كلش عائلية بنات بيناتهن عادية وواحدة قامت ترقص. زين هاي يعني ما بيها شيء، لا أكو رجال ولا أكو شيء، بنات قامن يرقصن. فيقول لاحظت رد فعل الشباب، رد الشباب رأسا يعني تكلموا بشدة مع من نزلها، قالوا لها هاي قاعدة عادية، هاي ما فرض تتنزلها، يعني هاي مبينة مأخوذ واحدة مسروق الفيديو مالتها، مسروق واحد تجيبه كلش انه واضح مو مسروق، فيديو مالتك سوري الموبايل مالتك رح تصلحه، واحد للاسف استخدم المحتوى البيسه ولا كوبي، انت ما مفروض تنزل هيك محتوى الشوم. فاللي نزله قال لهم لا هذا بيت مشبوه، فهم شوف يعني هاي العقليه، لان اكو هم نماذج واحد يفتخر بيها صراحه اذكرها. الشباب قالوا له ها وانت دشيت سمعة الناس، شوف الرد يعني لما اكو شباب محترم قالوا له انت فوق مو فوق انه تتقدم محتوى مسروق، انت اصلا دشوه سمعة الناس. ف بالفعل عنفوه على الجروب وقالوا له انت، وبعدين سحبه للفيديو شاله. هذا هو المثال
انه انت تريد تشوف موقع بحر موجوده، تفضل كلها ماكو داعي. ما كل يوم اصبح الاطفال ما شاء الله في اوروبا يطبون من سن صغير يشوفوا، ماكو داعي انه تستخدم هكذا قضيه، هكذا افلام، هكذا محتوى لا تعني شيء اليوم. واكو شيء اللي بالمناسبه اريد اذكرها هنا، نصيحه اذا وحده تعرضت لهيك شيء سرق لموبايلها، الان اكو شركات تعطي هيك خدمه انه اذا موبايلك انأخذ من عندك، اكو شركه ممكن تطب على الانترنت تسحب الفيلم من كل مكان او الصوره كل مكان على النت ممكن تسحبها. انا دهشت لما عرفت اكو تكنولوجيا شويه دهشني، فاذا وحده تعرضت لاي شيء بهاي الصوره ممكن تتصل بهاي الشركات، ما اعرف ذولا من الشركات بس سمعت بالاخبار انه بدا يعطون هيك خدمات انه يقدر يشفط كل محتوى موجود عن الانترنت. فعذرا على الاطاله. مش مشكلة، لا معلومات مهمة يعني خلاص نوقف جلسات الزوم من هيك. لا شكرا، احنا طبعا عندنا فكرة. راح صوت آدم. آدم حاسس لا هو طبعا هذا لو يوقف يوقف كل نشاط عام هو لا. شنو فرق شنو احكي عن الدكتاتوريات؟ هي روعه الديمقراطيه انه تعطي الفرصه انه الانسان يعبر عن رايه. بس هو انت بالتاكيد على مود تبتعد عن اي انتقاد، تبتعد عن اي مشاكل مثل ذول المرشحات العراقيات تدخلوا الانتخابات لا تترشح، اقعد انت وخليها لكل انسان ما يقدر يقدم حلول هو يطلع ويتصدى. احنا نشتكي من يتصدى، بس من احد يتصدى ويتعرض للمشاكل احنا من نجي نلومه ونشكك به. كل عمل إذا سواء خيري، إذا ثقافي، إذا سياسي، إذا اقتصادي، أنت تعرض نفسك لمشاكل. فأني أذكر فد نقطة جميلة صارت مرة، لو أذكرها نقطة. فد يوم سمعت، شوف لما الديمقراطيات الناجحة، ما أعرف إذا أنا حطول عليكم في هاي النقطة حتاخذنا كثير عشان يعني لسه بدنا نناقش كم من لا ناخذها في وقت اخر لما نتكلم عن انه شلون نعكس الديمقراطيه بالفعل بالسلوك. بس بالتاكيد شلون نقول، لا من يعرض نفسه يكون شخصيه عامه لازم لا يؤخذ عليه اي شيء يوضع على مواقع يعني معلوماتيه غير مشرف عليها بشكل جيد. شكرا لكم. شكرا ادم على المعلومات. أنت فعلياً هيك أخذنا للنقطة الثانية اللي هي موضوع، وهي أنا أظن هي محور رئيسي بالرواية، اللي هي موضوع إطلاق الأحكام، وأنه أنت بناءً على أول إشي أنت شفت حدث غير كامل أو سمعت إشي من طرف واحد أو مش من عدة أطراف، أو أنه إشي بنيته بمخك وأنت بناءً عليه أطلقت الأحكام. الشخص اللي تم الحكم عليه هو حليمة، اللي هو فعلاً سواء من زوجها أو من ابنها تم الحكم عليها. فهون بدنا نيجي لشخصية عباس، اللي هي صراحة أنا حسيتها أهم شخصية بالرواية باعتبار هو كاتب المسرحية وباعتبار كل إشي كان عم بيصير بالسرد تبعه. هلأ عباس والدته اللي هي حليمة حاولت إنها تنشئه على أساس إنه هو ملاك طاهر، هو أحسن من باقي الناس. فهو في جملة حكاها شو اسمه هذا الهلالي، بيقول لك لا يوجد من هو أقسى من المثاليين، هم المسؤولون عن المذابح العالمية. بيقول لك هؤلاء الذين يظنون أنفسهم دوما أكثر أخلاقية من الجميع. هاد قدي إحنا عمالنا منعيش هذا الوضع، إنه بيكون إشي وها منشوفها مثلا حتى بالتعليقات البسيطة، بيصير حدث معين بتلاقي الكل صار يفتي، الكل صار شيخ، الكل صار صاحب فضيلة، والكل صار شخص مثالي، وبيبدأ ينظر على هدول الناس، وممكن مرات يلحق الأذى حتى بهدول الأشخاص. أنا حسيت هذا صراحة محور رئيسي، ما بعرف إذا حدا بحب يشارك أو يحكي بهذا الموضوع، إنه هل فعلاً أنتم بتشوفوا إنه لا يوجد من هو أقصى من المثاليين وأنه هم المسؤولين عن المذابح العالمية؟ وعلى فكرة واحد من الأشخاص اللي يعتبروا تاريخياً بيعتبروهم من المثاليين هو هتلر، وفعلاً هو كان مسؤول عن المذابح العالمية. فما بعرف إذا حدا بحب يحكي عن الموضوع. حد؟ ما في حد بدأ يحكي؟ أوكي. لا أنا ممكن أحكي، ولا أنا صارت الجلسة أنا ما أحب هذا الموضوع صراحةً. أوكي، خلينا أبو يوسف. لا نأخذ أبو يوسف. تفضل أبو يوسف، وفي إيمان كمان. شكراً. لا المثاليين الحقيقة بأي مجال هم الأصعب بدون شك، هم الأصعب
ليش؟ لأنه المثالي يعتقد أنه امتلك الحقيقة. هل المثالي فعلا مثالي ولا هو يعتقد أنه هو مثالي؟ بغض النظر هلا لو كان حتى لو كان مثالي حقيقي فهو يعتقد أنه امتلك الحقيقة، تمام؟ حتى إذا كان يعتقد أنه مثالي هو بينتهي بنفس الطريقة، بأنه هو بده كمثالي يرى كل تصرفات البشر ويرى كل شيء في الكون منقوص، يرى مشوه ومنقوص، ولازم هون عاد بيعتمد إذا هو بده يصلح الكون طبقا لمثاليته أو لا بده يكون سلبي ما يتصرف. فهي هاي القصة، يعني إنه فعلا الإنسان يعني قصة إنه والله أكون مثالي متعبة، الواقع مختلف تماما كحياة عن عن هاي المثالية المفرطة. حتى لو كانت مثالية مش مفرطة، يعني مثالية معتدلة، المثالي بيتغلب سلمى كيف ما كان وين ما راح، لأنه بيكون بكل معنى الكلمة منفصل عن الواقع. الواقع مش مثالي، الواقع مليء بالألوان الرمادية، الواقع كثير منه مشوه، الواقع كثير منه موجود في خيالات الناس وفي أحكام مغلوطة وفي يعني في أمور لا يمكن للمثالي أن يتعايش معها. وبالتالي إيه المشكلة مثالية والموضوع والعلاج لازم يكون عند المثالي وليس عند الإنسان المخطئ. شكرا. شكرا. قبل ما ننتقل لإيمان بس بدي أحكي على جزئية مهمة بالرواية، إنه عباس طبعا كان شاف أمه مجرمة وشاف أمه بتروح مع هاد وما هاد، بس معنا بذات الوقت هو راح يتزوج تحية اللي هي كانت معروف، يعني مش لسه هو تخيل له أو شاف، لا هو كان معروف وهي اعترفت له وقالت له أنا كنت مع فلان ومع فلان وأنا مش هيك، بس أنا بدي أعدل من حياتي. طب ليش هو كان حاقد على أمه بس بنفس الوقت انتشل تحية مع أنه عارف أنه هي مشيها بطل؟ وهل هدول الشغلتين يعني حاسين أنه في إلها تفسير بسلوكه؟ إيمان تفضلي. شكرا سلمى. هلأ بالنسبة لسؤالك، يعني بنرجع بنقول إنه بيئة الطفل اللي عاش فيها هي بتأثر عليه، هي محاولة تخليه إنسان مثالي وحياته مثالية، لكن بضل زي ما بقولوا إنه يعني دمها بسر فيه، خلنا نقول. فهو على الرغم من إنه كانت أمه بهذا الشكل أو سمع عنها أو عرف عنها، اختار تحية عشان يتزوجها. هلأ ما بنقدر نقول شو الإشي اللي أثر عليه عشان يعمل هذا الشيء، أو هل هو مثلا شاف إنه تحية مثلا على الرغم من إنه كان ما يعاملها كويس شاف إنه هي مظلومة، عرفتي؟ ممكن إنه حب إنه كمان أمه، يمكن في قرار نفسه خلينا نقول، لأنه الطريقة اللي نجيب محفوظ كتب فيها المسرحية هاي كتبها بطريقة إنه بيئة الطفل هي اللي بتأثر عليه. يعني إحنا ما بنقدر نقول عن طفل زي اللي بتربوا مثلا بعيشوا في مخيمات مثلا لجوء، خلينا نقول مش في بلادهم، وفي كثير أطفال وناس عاشت وماتت في المخيمات بدون ما تشوف العالم الثاني بأفريقيا وغيرها، خاصة المخيمات اللي إلها زمان. فبنضلنا نقول إنه نعم البيئة هي اللي بتحكم الإنسان، حتى لما يكبر الإنسان بضل برجع لأنه الإنسان ابن بيئته. خلينا نحكي. أما بالنسبة لموضوع المثالية، ما في حد مثالي، ما بنقدر نقول إنه لا الحياة مثالية ولا في شخص مثالي، أو اللي بيعتقدوا مثاليين أو إنهم أفضل من غيرهم. يعني هم هدول الناس بيكون، يعني خلينا نقول إنه إذا بنرجع برجع بقول مثلاً الخلفية النفسية والمعيشية لهدول الأشخاص، برجع نجيب محفوظ يذكرنا بالبيئة اللي عاشوا فيها هدول الناس، قاع المجتمع زي يمكن ما حكى أبو يوسف، الناس اللي عاشت في هذا المكان مستحيل أبداً حتى لو صار معه مليارات رح يضل هو نفسه في قاع المجتمع، ما حد رح يطلع له إنه هو إنسان
صار غني زي البرجوازية زمان مثلا في أوروبا وغيرها، إنه كانوا حتى لو كان هذا الشخص معه مليارات صار غني رح يضل أصله إنه هو مش من هذول الناس مثلا زي هتلر العرق الآري، أو هذول الناس اللي هم العرق المميز خلينا نقول. فكلها بترجع لبيئة الإنسان، كلها بترجع لطفولته، بترجع لحياته، بترجع لطريقة نموه وتربيته وشو صار معه بحياته وهو صغير، لأنه كل هذا بيعكس على كبر. وبعدين على كبر بيبدأ الإنسان لحاله يغير من نفسه، بس هاي مش بسهولة، مش كل الناس بيقدروا يغيروها. عباس ربي ببيت كان في زلمة غريب عايش عندهم، كان في صالة مار وكل يوم في ناس فيها وفيها فساد، وهو شايف وما كان عاشقه، شايف أبوه بيتعاطى الأفيون وبرضه مش عاشقه، وكان حدا كل همه يدرس ويقرأ يدرس ويقرأ. فيعني هو لا، هو كان يحاول إنه يطلع، وإمه حاولت وحاولت إمه إنها تأكد هاي الشغلة فيه، وكانت دائما تحكي له ما هي مشكلته إنه هو ما أدرش. لا هو ما قدرش يطلع من البيئة هاي. بقول لك مش كل الناس تقدر تطلع من خلينا نسميها اليوم تبعون تنمية بشرية بسموه الصندوق، وخارج الصندوق هي الأطر الاجتماعية اللي احنا بنعيش فيها واحنا صغار، بتكبر معنا وبتضلها موجودة. هلأ قلة قليلة من الناس بتستطيع انها تكسر هاي القيود وتكسر هاي الأنماط وتكسر هاي الأصنام وتطلع منها. مش كل الناس بتقدر، حتى لو كسرناها لما تيجي ترجعي مع أهلك بترجعي عادي، يعني بتقدرش تقولي لهم لا، وتقولي لهم مثلا، أو المحيط العام ما بتقدر تكسري إلا مثلا مع نفسك أو أصدقاء معينين كم شخص، مش ناس كثير. كان بيقدر فهي بس ترجع بس كان بيقدر، كان بيقدر إنه ما يتزوج تحية، لأنه أولا هو كان صغير ما عم بيسأل، ثاني إشي هو عارف إنه هي كانت مصاحبة طارق رمضان، ثالثا هو عارف انه هي عندها علاقات متعددة، فهو ليش اختار؟ يعني برأيكم، ما بعرف انتو برأيكم، هل انه فعلا البيت اللي كان عايش فيه هل هو خلاه يلتجأ لهذا الشيء؟ هل هو حب ينقذها لتحية مثلا لانه ما قدر ينقذ امه، فقال لك بركي قدرت انقذ واحدة من المستقبل زي امي مثلا؟ هل تعتقدوا انه ممكن يكون هذا اللي اثر بقراره انه يتزوج تحية؟ ولا انه هي ممكن تكون تلاعبت فيه باعتباره هو صغير، هي أكبر منه بعشر سنين، هو لسه عمره 18 يعني لسه ما خلصش مدرسة حتى، فهل ممكن إنها تكون تلاعبت فيه؟ يعني ما بعرف إيش رأيكم بهاي النقطة. نشوف سمر ولا حابة تكملي إيمان؟ لا خلص خلي سمر، مش مشكلة. أوكي سمر. لا هو قرر يعني قدر يعني قبل يتزوجها لتحية، لأنه هي بنظره إنه هي اعترفت هي شو عاملة، شو يعني واضحة أمامه، وبدها تغير حياتها للأفضل. يعني إنه ما بدها، وهي يعني بينت إنه هي حبته لأنه هو شاب بحاله وبيقرأ، ويعني عجب لما دخلت غرفته وشافت إنه هو بيقرأ وهيك، فإنه حس إنه هي مهتمة فيه وعجبته وعجبها بهذا، إنه هو بدها تغير حياتها للأفضل. بينما إمه كان إنه شايفها إنه هي دائما بتقوله أنت ملاكي وإذا ضلك اشتغل وتعلم، وهذا بتفرجت انه هو شايفة انه هي فاضلة لأمه، انه هي كانت مجبورة انه هي تخدمهم لما كانوا يعملوا بيت الإمار. بس لما هيك اكتشف الحقيقة انه شاف انه هي عم بتخبي حقيقتها، وان هي ست، فهون صارت هو يعني تحيق له، يعني هو ما حتى استنى، هي هاي نظرة هو لأنه مثالي. ما هو شوف الواحد الثاني اللي بيكون عنده أكبر سناً والخبرة بستنى شوي يعني، بس هو شاف مجرد هذا إنه دخل الغرفة وما شافش شو بعدين شو صار، لو استنى شوي شاف كان الوضع على حقيقته. فهو هيك يعني هو بنظره، يعني هو هيك بنظره، فلما شاف إنه إمه هيك، وقبل انصدم بوالده بداية لما عرف إنه هو مدمن أفيون، وبعدين لما جاب هدول الجماعة لبيته، فهون صارت فيش إشي إله بالبيت. فعشان هيك كمان إنه هو هذا ساعده إنه برضه إنه يعرض عليها الزواج، أنا بدي يطلع من هاي البيئة. وهو شايفها لتحية إنه هي خلص، إنه هي ست فاضلة أكتر من أمه بالرغم من تاريخها الماضي.
واللي هو كان حاضر عليه وهو شايفه يعني. وبرضه هو كمان انه لما اجت انه هو حبها يعني اعجب فيها. بس هو انه هذا انا بتخيل هو شافها افضل من امه لانه هي بدها تغير حياتها للافضل، بينما امه كانت بتبين انها هي بنظره سيده فاضله، بس هي بالحقيقه مش هيك. نعم. وبرضه هذا المثالي انه هو الشخصيه هاي المثاليه هاي اللي بيقولوا عنها يعني هو مثالي كان بفرجينه بنظر والده اللي هو كان هو يعني طبيعي هيك بيرفض هذا الوضع اللي هو اللي هم فيه. طبيعي اي انسان طبيعي انه بده يرفض، هل هو مثالي فقط بنظر والده هو بس اما بال يعني هذه الحياه حتى انه نعم انا هي طبعا هي مثالي لانه هو طبعا هي اما والده تضلها تقول له انت لازم تكون ملاك، وتضلها تقول له ملاك وانت راح تطلعني من هذا البيت وبتحط يعني راح تساعدني اني اخلص من هذه الحياه. فمش مبين يعني هو بعدين هو صغير السن يعني ما عنده تجارب، ولو انه هاي مثلا هذه اكبر تجربه هاي اللي مر فيها اصعب تجربه ممكن يمر فيها انسان انه ينصدم بحقيقه والديه. فمع هيك عشان هيك اضطر انه هو يروح يبلغ عنهم لانه هو حاب انه هو يحقق العداله من وجهه نظره. هو ما بلغ عنهم على فكره، هو المسرحيه قال انه هو بلغ عنهم بس بالحقيقه هو ما بلغ عنهم. بالحقيقه هي كبسيه عاديه. كبسية عادية بالله؟ هي كبسية عادية هو ما إله خص فيها، بس هو بالمسرحية كتب إنه هو اللي بلغ عنه، يعني هو بالغ بإظهار إنه هو حدا سيء وإنه هو عمل كل هاي الأشياء. إنه قادر يغير. عرفت. طب أنا عندي سؤال افتراضي، لو عباس ما كان شاف إمه والهلالي عم يدخل لعندها، وبالتالي كان ما بنى هاي الصورة سيئة عن أمه، وظلت أمه محتفظة في خياله بصورة الإمرأة الفاضلة، هل تعتقدوا أنه كان ممكن يتزوج تحية؟ لا. نشوف نعمة؟ صح؟ تتخيل أنه ما كان ممكن يتزوجها؟ هلا يعني مش عارفة، هو بدي أحكي شغلات أنا عن المثالية أول شيء، معلش أحكي عن السؤال اللي حكيتي. هلا يعني إنه في شيء يعني واحد مثالي مثلا في المطلق، أو إنه هذا إنسان يعني مين اللي يحكم عليه إنه مثالي أصلا؟ يعني واحد زيه يعني هو شايف يعني حاله مثالي بالضبط، يعني زي ما أنت قلت يمكن إنه بيدعي المثالية، أو ممكن إنه يكون شايف حاله مثالي بناء على أشياء تانية يعني في الحياة. هلا أي واحد أي إنسان فينا يعني عنده نقطة ضعف، يعني هو مش 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 كامل يعني. يعني فأي إنسان مثلا تلاقي كثير ناس بيكونوا يدافعوا عن فكرة ومتشجين لها كثير وقصص كثير وكثير، لما بصير شغلة مثلا نقيدها وبعملها نفس اللي بيكون يدافع عن الفكرة هاي إنها غلط أو بالعكس يعني بروح بعملها، يعني هو بنحط في موقف يعملها. إحنا لما بنحكم على الناس إنه هذا مثلا غلط، طب أنت يعني مستحيل إنك تحكم على وأنت مش موضوع بنفس الوضع اللي هو فيه، ما بتقدر تحكم عليه انه هو هيك عمل، يعني انت مش بظرفه. انت مثلا لو كنت بظرفه وتعرضت لهاي المشكله ممكن تعمل هيك، ما بنقدر نحكي او لا. في كثير ناس كثير ناس كانوا انهم شايفين شيء غلط ويعملوا نفسهم انت بتستغربي. فانه الواحد طالما انه هو بعيد وعن المشكله بيطلع عليها من بعيد بيبقى مثالي وبنظر وبيحكي وبيحكم وعلى كيفه، بينما لو يجي ايوه انه هو الانسان اللي فيش احسن منه في مواقف اخرى يعني بس يتعرض لهيك ظرف انه خلص يعني بنسف كل اراءه وكل احكام. بالنسبه لعباس ولتحيه، هلا هذا هو شاب يعني انه هو يعني كان حاله انه مثالي وتربى مثاليه، وهي تحيه هي الوحيده مثلا اللي ظهرت له شيء هو حب، يعني هي بغض النظر مثلا انه هي وحيده هي الموجوده، فهو كان في تناقض مع ذات او في صراع. هو من مبدا انه مثالي بده يوصلها عن طريق مثالي، يعني هو ممكن يكون مثلا يوصلها او يعمل معها علاقه يعني غير شرعيه، لكن لانه هو بيعتبر حاله مثالي فقال لا بتزوجها برتبط فيها، يعني انه زي كانه بده يعني ماني لاند يعني بده غسيل أموال، يعني إن هي كانت سيئة بس هو لما تزوجها إنه عمل الصح. فهذا الشيء بالضبط إنه هو بده يعني حبها وبده إياها، بس بنفس الوقت ما بيتخلى عن مثاليته فلجأ إلى الزواج، وهو يعني كأنه ما لساته هو كمراهق يعني.
يعني انه لسه انه هذه هي الشخص اللي طلعت عنده، وكان هو في صراع بيطلع يعني كان يذكر في الكتاب في الروايه انه كان ما بين الرغبه والحب وما بين مثاليته، فهذا يمكن انه تزوجها انه هذا الحل اللي لها انسب شيء انه ما يناقض نفسه. اوكي بعدين شو امه بالنسبه لامه يعني اخر شيء انه لو انه ما كانت هذا الظرف هو انت يعني انت صعب تحكمي انه لانه هو اصلا لو حتى ما عملت شيء وما شاف سرحان الهلال دخل على الغرفه او انه ما يعني هاي النقطه بذات ما شافها، هو بالنهايه عايش في بيت هيك بيت بهيئ لهيك شيء، يعني صعب انه يضل محتفظ انه امه هي تكون نظيفه وشريفه نفس الوقت انه الرجال طالعين وجايين طالعين داخلين على البيت وإني بتقدم لهم الأكل والشرب، يعني هو تلقائي رح يكون يدخل في ريعه إنه هو مع بيت منحل أو مع بيت سيء، يعني كل الأحوال رح يعني يعطي يحط الحق على أمه نوعا ما جزئيا. بس هو حط الحق على أمه أكثر من على أبوه، يعني هو وحتى حكاها أبوه هو عم بحضر المسرحية إنه هو انبسط إنه هو أمه اللي كانت شايفته ملاك هي طلعها شيطان أكثر من ما طلعتني أنا شيطان. هي أمه لأنها إيش هي اللي كونته أو هي اللي ربته، هي دائما الإنسان بيشوف الأم هي فعلا المثل الأعلى، يعني أي شيء مثلا ممكن يفكر فيه إلا الواحد يكون أمه، فلما بينصدم في المثل الأعلى هون بتتخربش كل أموره. صح. أوكي شكرا نعمة. آدم كذا نقطة سلمى مهمة ذكرتيها، أكو نقطة آية قرآنية لأن نحكي عن المفهوم الديني إحنا أنا. هاي فد نقطة صراحة أنا برأيي من أكبر المعضلات تواجه الديمقراطية بالعالم العربي، وللأسف التكنولوجيا مهدت بسهولة لهذا الموضوع وهو موضوع الإشاعات والكلام، وللأسف أرجع وأقول هي ظاهرة موجودة بالعالم وكذلك نجدها بالعالم العربي. دهشني مرة من أتذكر كنت أقرأ تفسير القرآن فد آية كتبتها إحنا أنا بالشات، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشره ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لو رجعوا للناس الأهل الاختصاص لعلمه الذين يستنبطونه، الأشخاص اللي عندهم اختبار يحللون الخبر ويعرفون ما هو يدور منها. هنا أكو نقطة في غاية للأسف من الواحد يواجهها. اليوم إحنا عالم الأخبار اللي نشوفها، الإشاعات بالأخص حكينا عن موضوع المرأة، اسمعوا عنها حكوا عنها، أكو صورة أكو إشاعة. أنت أولاً بالمناسبة حتى القانون كثير من القوانين تعاقب على نشر الإشاعات، يعني هنا نعطيش مثال كل زين في أوروبا، لو واحد مثلي مثلاً واحد جارة أو زميلة يقول له أنت مثلي القانون يحاسبه هنا أنا. زين هو أنت ماكو مشكلة بالمثلية بالمناسبة، ماكو مشكلة في العالم الغربي بالمثلية، ولكن أنت ما ممكن تقول للإنسان شيء يكون اجتماعياً جارح، تتفهميني؟ وأعتقد في العالم العربي بكثير من الدول حنلاحظ أكو قانون أكيد نايم ما يطبق، يشبه هكذا قضايا بس ما تطبق. نرجع للقضية لمن هو الإلكترونية، في قوانين الجرائم الإلكترونية والمفروض تطبق إذا تم التبليغ عنها وملاحقتها. بس ذكراً لنقطة القول والمقال، نشوف هو كثير هاي القضية الإشاعات والكلام، فإحنا من يحجب هالكلام خلينا نذكره بهذا المفاهيم الدينية لتأكد على هالنقطة أنه قبل 1400 سنة هاي النقطة ذكرت، لا تنشرون الإشاعات، لا تحللون. الغريب لاحظوا أكو شيء كلش غريب على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس تنشر الخبر قبل ما تقرأ، يعني أنت المثال أو العنوان كثير باهر على مود تجيب لي معتبعات ولايكات ومشاهدات أنا أروح أنشره من دون حتى مكون مقرأته. هذا المشكلة يؤدب على تويتر اللي هو أحسن من الفيسبوك، 90% من أكثر الأخبار انتشارا هي أخبار كاذبة لما نحللوها، بس لأنه نشر متابعين أصبح فداء للأسف، داء مدمر لنفسية من يتعاملون معه. هاي نقطة. النقطة على الموضوع عن المثالية، بعلم النفس دائما يقولون هي مراحل بنمو الإنسان. شوفوا أنا أتذكر من كن الشاب كان هواي نظرتي عن الحياة مثالية، كل ما الإنسان مشت بي السنين فهم إن الحياة أوكي هي قد بها أجزاء مثالية بس قد إحنا ما فاهمين شنو هي المثالية، مثل ما ذكرها أبو يوسف حمد ما يعرفوا شنو المثالية، وعنده في التخيل معين هو تخيله إنه هي هاي المثالية. كل ما الإنسان يقال كلمة جميلة ما سمعتها،
كل شيء توضع به يعني توضع به يمتلئ إلا شيء واحد، الدماغ. كل ما توضع به كل ما يتوسع، تتوسع أسئلته وتصير الأمور أكثر شيء. أعرفها ارتباطها بالحالة النفسية، المثالية تؤدي إلى حالة نفسية سيئة، تؤدي إلى اكتئاب. هاي النقطة الإنسان فقط يخليها في باله. إذا أنت مثالي في الشيء فأعرف كل زين، أنت ما فاهمه كلش جيد. ما أريد أعلق أكثر شيء، هواية مسائل جميلة ذكروها يعني الأعضاء هنا، أنا فما أريد أضيف عليها أكثر، وأعتقد هم الوقت هنا أنا عدينا. شكرا لك سلمى على الإدارة الممتازة والأسئلة الجيدة والقراءة الممتازة، شكرا لك. شكرا. أبو يوسف. شكرا سلمى. على السريع أنا بظن عندي تفسير لقصة الزواج من هاي الشخصية أو من هذا النموذج، بغض النظر عن سلوك الأم. التفسير كمان بستند لشيء في علم الاجتماع، ما يحدد قيمة الشيء بالمعنى المطلق، ما يحدد قيمة الشيء هو الرغبة فيه. هون عباس أظن، مش عباس أنت عم تحكي عنه؟ عباس. عباس. هون الرغبة انوجدت عند عباس، وأكثر من هيك أنه الحب يصنع المعجزات. اجمعي هدول التنتين مع بعض تكتمل الرغبة وتنعقد النية وخلص. هلأ هون هذا محرك الرغبة، القيمة، الحب إلى آخره. في محرك آخر مهم لا يكتمل السلوك إلا فيه، وهو محرك القيم، المنظومة القيمية. بهذا المجتمع شفنا كيف المنظومة القيمية مختلة أو ركيكة أو مخلخلة أو اللي بدك إياه. المثال هو أمه، الأم هي نموذج من هالخلخلة في البيئة أو في المجتمع. فهون يعني عباس قوة الرغبة تغلبت على محرك القيم. بهيك حالة إحنا كلياتنا ممكن نوقع بهذا الخلل، بهذا الخطأ، إنه قوة الرغبة بتخلينا نتجاهل منظومة القيم، نتجاهل قيمنا حتى، ونتجاهل مثاليتنا إذا كان، أو أي جزء من مثاليتنا. فهون وهون بعلم الاجتماع هون الخطورة، ودائما بيركزوا في علم الاجتماع بأنه لازم إذا اشتغلت الرغبة وإنت كنت مندفع بهاي الرغبة ووجدت بأنه في قيمة كبيرة في هذا الشيء، في هذا الإنسان، لا تنتقل للسلوك بتحقيق الرغبة إلا بعد اختبار تلك الرغبة بمحرك القيم. وهون واضح تماما أنه عباس يعني حتى لو شغل محرك القيم، القيم نفسها فيها خلل. وبالتالي أنا من هون بقول يعني كان قرار عباس في الزواج عادي، عادي جدا وطبيعي جدا وإله مبرراته. وشكرا. شكرا لك. إذا حدا حابب يضيف قبل ما نختم الجلسة، إذا حدا حابب يحكي أي شيء. طيب طبعاً نختم الرواية مع عباس لما بيجي بيحكي لنا بالضبط إيش صار بالحقيقة، مش زي ما إيش انحكى بالمسرحية تبعته. يقولنا فعلاً أنا تجوزت تحية والحياة ما كانت سهلة، لأنه بالبداية أنا كنت لسه عم بدرس، كانت هي اللي عم تصرف من المدخرات تبعتها، بس كانت ست بيت ممتازة، وكان البيت دائما نظيف والأكل ممتاز، وكانت ما تطلع من البيت وما كان إلها مشي بطال، ولأنه كانت بدها طفل كمان حققت لها رغبتها. مع أنه أنا كان يعني على لسان عباس أنه هو كان شايف حاله لساته صغير ولسه يعني عوده طري، يعني الزلمة ما بيشتغل لسه، فقرر أنه يشتغل أكثر من شغلانة بالطباعة وبالمسرح على أساس أنه يقدر يكفي بيته. وبيقولنا بعدين اللي صار أنه فعلاً بعد ما خلفت ولد اسمه طاهر، لكن للأسف صحته ما كانت منيحة وهي إصابها تيفويد، فهو هي ماتت موتة طبيعية، وبعدين بقى كم من يوم كمان الطفل مات موتة طبيعية. وبيحكي لنا كيف أنه دوريات الشرطة كبست كبسة عادية على بيت أهله وأخذوه وحبسوا أهله. هذا اللي صار بالحقيقة، لكن اللي كتبه هو بالرواية بالمسرحية. أول إشي الأشياء اللي حكاها عن أمه، اللي طبعاً الكل لأنهم كلهم بيعرفوا بعض، فكلهم يعني صاروا أخذوا إنه هذا الإشي اللي صار عن جد، كلهم اتوقعوا إنه فعلاً هو اللي قتلها لتحية، وإنه هو اللي قتل ابنه زي ما إجا على لسانه بالمسرحية.
وانه انتحر، فكلهم كمان كانوا متوقعين انه هو ينتحر، يعني هم ما قدروا يفصلوا كمان الواقع عن الخيال، يعني هم توقعوا ما دام هو كتب مسرحيه معناته هو التزم 100% بالواقع، ما تخيلوا انه ممكن يكون شطح بخياله عشان مسرحيا، لانه هو كان صار له فتره عم يكتب مسرحيات والهلالي كان عماله بيرفض ينشر له اياهم، يقول له لسه ما وصلت للمرحله او للابداع بالمسرحيات، ضلك اكتب لحد ما تلاقي شيء منيح. فهو قال لك يمكن الطريقه الوحيده انه انا اخذ شيء من الواقع بس اخليه يعني هيك اضربه بالخيال واطلع شيء جديد تماما. فبيورجونا بالاخر انه هو اختفى، طلب مصاري اكثر من مره من الهلالي وكان يعطيه، بس بالاخر قال له يعني على الاقل قدم لنا شيء عشان اقدر انه انت ابدعت بهذيك المسرحيه، بس بدك يعني تقدم لنا شيء ثاني. بس هو اتفاجأ انه بطل عنده الهام، لانه كان واضح انه هذا هو الالهام الوحيد بحياته، كان انه يكتب قصة حياته او قصة حياتهم كمجموعة. وبيورجونا انه بتنتهي الرواية انه هو كان فعلا ناوي ينتحر، لولا بالاخر صار عنده بصيص امل انه لا ممكن يألف اشي جديد، وانه هو لازم يتحلى بالايمان انه ويحلم اكتر، وانه بالاخر الا ما يوصل معه نتيجة. بدي أرد على ريم. إحنا تغير التوقيت مبارح، وإحنا حطينا بعتنا بالإعلان إنه تغير التوقيت، بس معلش يمكن صارت هاي اللخبطة. على كل هيك بتنتهي الأحداث الرواية. إذا حدا حابب يحكي كلمة أخيرة، أنا بالنسبة إلي كانت الرواية كتير حلوة مع إنها قصيرة، وأنا بتعرفوني بحبش الروايات القصيرة، بس كانت حلوة، وبتمنى إنه أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا فيها وبهذا الحوار. شكراً لكم كلكم على الحضور والمشاركة. الأسبوع الجاي راح يكون عنا جلسة بنفس الوقت على زوم برضو، راح يكون معنا مسرحية حقيقية، مش مسرحية جوا رواية، مسرحية لعبة الموت لبرضو لتوفيق الحكيم كاتب مصري، وراح تكون الميسرة إيمان الخطيب. إن شاء الله بنشوفكم الأسبوع الجاي، وشكراً للجميع. شكراً لك، يعطيك العافية سلمى، شكراً لك.